أعزائي المشاهدين، طاب مساؤكم وأهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة وحلقة من برنامجكم أعلام موصليون. عبد الحق فاضل أحد عمالقة الأرض، فأنا أذكر هذا الحقيقة لنعرف المستمعين عمن سنتحدث. عبد الحق فاضل القاص، نعم، ومن ثم الروائي والناقد، أنه أحد أعظم كتاب القصة العرب وليس العراقيين ضمن مرحلته التاريخية. عبد الحق كن عبدا رضيا إلى مولاك عبدا حر نفسي، ولا تأخذك لومة ذي ملام من الضالين في جهر وهمسي، ولا تتبع بكفر أهل عصر أضلوا نهجهم من ضعف حسي، وإن زعموا الكياسة في جحود الله وبدلوا الحسن برجسي، أولئك قد عموا عنه وصموا فباءوا من غوايتهم بتعسي. كان فناناً يحقق التوازن في القصة القصيرة بين القدرة الجمالية العالية التعبيرية والقدرة التوصيلية عند المتلقي عندما يتلقاها. عندما تحدث عن القدرة اللغوية العالية فهو أمر طبيعي عند عالم فذ من علماء اللغة،